أسبوع بالضبط، أسبوع. طلبني الفنان صلاح منصور وقال لي في التليفون: عندي رغبة أحكي، عاوز أتكلم، عاوز أقول مذكراتي، يمكن تلقى فيها حاجة، مش هتخسر كتير. واتفقنا نتقابل وندردش ونسجل الدردشة. قال لي عاوز أفتح قلبي وبعدين مطرق لك الصياغة، بس أمانة يا أستاذ مفيد تد الشرايط دول لمراتي. سجلنا شريط واحد، سجلناه يوم الجمعة 12 يناير 79 الساعة 10 مساء في بيته فوق سريره. كان الاتفاق نتقابل كل يوم جمعة وفي الموعد المحدد. رحلة صلاح منصور. استاذ صلاح منصور، انت ايه حكايتك؟ شايفك لابس نظارة. والله الحقيقة مذعور يعني وانا بكلمك دلوقتي، لاني فوجئت بسنة في لندن باسلي عينيا دكتور واتسون. نعم. قال لي فيه بريشر في العين اليمين. آه. بس مش مهم دلوقتي، هنعالجه بقى لو زاد نعالجه. هنا لما جيت بلدي ورحت الدكتور، قالوا اسمه الدكتور ممتاز حجازي، خريج معهد براكيري في اسبانيا. نعم. قال لي لا صلاح، الضغط عالي عندك في العين، واحنا ما نجيبش الناس كت على هذا الضغط، لان هذا الضغط بيعمل حاجه اسمها الميه الزرقاء يسموها الجلوكوما. نعم. فانا ارتعبت، قلت له انا عايز اسالك سؤال واحد، هل انا هعمى في المستقبل عشان لسه اطمئن او اعرف مصيري؟ هل انا هيوصل دي الدرجه؟ افرض سدتك على كتيري، انما في اللونج ران هل هوصل للعمى؟ قال لا، عايز اقول لك ان نظرك سليم في فرق بين ميه زرقاء عارض بيجي ما كناش نعالجه ممكن يؤدي الى الشبكيه تبوظ، فنعمل عمليه شبكيه، ايه الداعي؟ ملاش داعي. انما عمل شرايين عينيك الاساسيه واعصاب عينيك سليمه ما فيهاش حاجه، وكمان عندك ميه بيضه، لان انا بصيت مفيد مش الاقي في زي فوال طول بيني وبين الوشوش، ما بقتش اشوف الوش تمام الا لما اقرب يبقى بيني وبينه متر، هي الميه البيضه اسمها كاتركت. فلقيت نفسي عندي كاتركت وعندي جلوكوما. فالحقيقه بالنسبه للفنان بيشتغل على المسرح صعبه قوي 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 قوي، فسايب دلوقتي نفسي بين ايدين الاطباء وارجو من الله سبحانه وتعالى انه ما يحرمنيش من نعمه البصر او القليل من نعمه البصر يعني حتى ينتهي الاجل. استاذ صلاح منصور، انت الحقيقه هزيتني بكلماتك. افهم من كده انك انت حاليا بالنسبه للمسرح ما بتقدرش تقرا طبعا النص؟ لا، وانا انا ارى وبعمل في التلفزيون. نعم. عامل حلقات. بقرا، بس انا بقول يعني يا رب يوقف الحاله عند اللي انا فيه دلوقتي، ما تسوقش اكتر من كده يعني. لكن انت شخصيه متشائمه يا استاذ صلاح، درجة انك تسال طبيبك. لا والله، تقول له انا يعني واقعي بقول له قول ما تكبش علي. يعني هل هتوصل الحاله الى أسوأ؟ قال يا صلاح لو عالجنا الامور ان شاء الله ما هتكونش في حاجه، واحنا يعني قال كلمه لطيفه، قال لازم نحافظ عليك يعني راجل كتر الف خيره. فانا طبعا الدكتور الاعظم خالق الكون انا سايب ايديا بينه. استاذ صلاح منصور، حضرتك بلغت من عمر كام دلوقتي؟ انا الحمد لله بلغت في مايو الماضي 55. عظيم. كم سنه يا استاذ صلاح فن؟ ما انا بمثل؟ وانا عندي 3 سنين. وانت عندك 3 سنين؟ ازاي؟ اقول لحضرتك. اتفضل. الوالده الله يرحمها لما بقيت ممثل يعني اشتغلت، تقوم تشوفني تضحك تقول لي بقى انا يعني كنت اصدق ان انت كنت بتعمله ده حقيقي ولا وهيفضل فيك كده لغايه ما تعمل كده يا ابني؟ قلت لها ايه اللي كان فيا؟ بعمل ايه؟ قالت انت كنت وانت عندك 3 سنين تلبس ملايه لف
وتتلف بيها وتدخل علي أنا وأبوك وتقلد لنا واحدة قريبتنا بتيجي تشتكي من جوزها، جوزي تعبني وعايز يطلقني وعمل له إيه والنبي وقولولي، وتعمل زيها بالظبط. ثلاث سنين من ورا عن ثلاث سنين، وبعد شوية تجي لنا لابس بلطو تقيل قوي تقول أنا أبو الحاف وتقلد لنا راجل عجوز بلد. فقلت لها هي فعلا البذرة تبدأ بالمحاكاة والتقليد. أول ما تبدأ التمثيل أو بذرة التمثيل في أي إنسان بتبدأ بنوع من المحاكاة والتقليد الأول. هل كنت تتوقع أستاذ صلاح أنك أنت فيما بعد تحترف التمثيل؟ لا والله، لأن والدي كان هيطلعني، وأنت شيء يمكن سنتك ما تعرفوش. أنا كنت دفعة الثقافة بتاع الكلية الحربية، وكنت حبقى زميل كثير من سادة ضباط الثورة، وكنت زميلهم في الدخول. نعم. كتير منهم. وبعدين زكي طليمات الحقيقة من حبي له واستاذيته لي وانا طالب، ودي لها قصة، اختارني من المسرح المدرسي ألعب دور البطولة في مناسبة حصلت سنة 38، ولعلك تذكرها، هي المصارة بين مصر وإيران. فحملت أنا الدور الأول قدام الملك فاروق كان موجود، وشاه إيران ده الحالي كان موجود، والأميران، وعملت دور الزمان يتكلم اللي هو بيحاول إنه يبين أمجاد أبطال إيران وأبطال مصر. فشاء الحظ ناخد البطولة، ولم أكن أبدا في خلدي أن أخذ البطولة، لأن أنا كنت جاي مع فريق التمثيل بتاع مدرستي وأنا غير مرغوب فيه، يعني المدرب اللي نقاه ما نقانيش، فجيت متطفل، إنما حبي للتمثيل خلاني جيت مع الناس دي. فذكر طلبات بيمتحن الناس الكبار القدام في جملة كبيرة قوي ولعلي لا أنساها حتى الآن لأنها مايلستون في حياتي، اللي هي هيكتما أشجاني يكفي ما قلتما، ها أنا ذا أبعث لكما من الماضي البعيد وجوها ناصعة كريمة. رمسيس يا ابن أحمس، يبدأ برمسيس. نعم. فده كلمة الزمان اللي امتحن فيها طالب. فأنا سواء رفعت إيدي وقلت له بيه ممكن تمتحني حضرة، أنت منين يا ابني؟ قلت له مثلا دوس معين بس الأستاذ أحمد بدوي ما نقانيش. قالوا لي يا أحمد؟ قالوا ده ولد جديد وما يعرف. لا لا ما أعرف، مش أربعانش نشوفه أحمد، قول يا ابني كده. فقلت وقلدت الأستاذ زكي بالظبط زي ما كان بيعلم، فقال لي احفظ الدور يا ابني. فكانت الحقيقة بداية زهلت وده بداية مع زكي طلمات. نهار ما دخلت الحربية عشان ده كان بعيد زكي طلمات بيقول لي يا ابني ببشرك ببعثة فرنسا، وعشان تبقى جاهز عيناك كمان وزير عام، عينك وانت لسه طالب موظف عندي في تفتيش التمثيل. فرحت مشرك نفسي من الكلية الحربية وتغير مصيرك تماما. تغير مصيري تماما بعد أن كنت المفروض أن تكون ضابط تبقى العميد صلاح منصور. اللواء. اللواء صلاح منصور. اللواء صلاح منصور. فأصبحت الفنان صلاح منصور. صلاح منصور، حضرتك بتعتبر نفسك وفي بشدة للمسرح؟ أحبه كثيرا يا أستاذ مفيد، وبحس إن يعني حياة لها أبعادها ولها جمالها وعظمة إنك تحس إنك ناجح في خلق شخصية بتنهال والجمهور بيتجاوب معك وشايفه بعينك. إذا أحسنت فستلقى الجزاء، وإذا أسأت بتلقى نفس الجزاء اللي يساوي. فدايما بتحاول إنك تبقى في الفورمة الفنية. المسرح شيء عظيم، وكل يوم يزداد الممثل تعميق في الدور وتحسين وتجويد ومعايشة. يعني أنا أتذكر أن السير جون جيلجود بيعمل هاملت، قاعد يعمل هاملت حوالي 30 سنة حتى وصل سنه حوالي 54 وما زال يعمله. في الليلة 1013 لقوه على غير عادم زقطت، وهم حسوا فعلا انه في حاجه في الراجل ده. قالوا ايه؟ انا اخيرا استطعت ان اسلسل القرد. ياه، في الليله الكور. في الليله 1013 قدر يعمل القرد، ومعتبر ان القرد ده يعني لسه مش عايز يطيه ويبقى مسيطر عليه، مسيطر عليه يخضع لك. بعد 1013 حفله قدرت تخضع،
شيء عظيم جدا. فادي عظم. انت بتحس يا استاذ صلاح انك انت كل يوم وانت بتمثل دور بتحس انك كل يوم بترسم له لوحه؟ اذا كان تعبير ده دقيق، كل يوم بيحصل تصاعد في الشخصيه وملامحها بتبان للناس. ما الذي يعطيك هذا؟ هل هو الجمهور المتغير؟ لا يا استاذ مفيد، اللي بيعطيني هذا صدقي و يعني جودة فهمي لما بين السطور. إذا كأنك أنت في حائط بينك وبين الجمهور. ما عزول تماما عنه. تماما. ما حبش يعني، أنا بعض الأحيان الملقن يجي يلقني أبقى حاسس إنه صوته زي الرعد، مع إنه بيقول بهمس، بحس إنه رعد في وداني لأن أنا عايز أسمع نفسي. مش عايز أسمع أي حاجة، وساعات وأنا بعترف بيها كثير من المرات أتضايق لتصفيق الجمهور. تتضايق لتصفيق الجمهور وكأنه بيخرجك من تماماً هذا على الحياة اللي انت عايشها. بعض الناس تقول لي يا أخي، يعني أقول لهم لا ده والله ما يتشزح يا أخوانا، دي حقيقة والله. بعدين لحظة الصدق دي لما بتأتي الفنان يا أستاذ مفيد اللي هو يلفق مع الصدق يوصل توحد، سبحان الله، الواحد مش عايز يقولها. يوصل لخلق. تمام تمام. انا يعني انا حاسس ان انت عايز تقوله حتى ولو يعني كلمات ما كانتش خلق كم لحظه دي. هذا الممثل انا رهنك يمكن شويه برضه الفاضيين في مخه بتوع الوعي والكنترول بيبقوا متدوشين معاه، ويعني ممكن يطيروا بعد شويه ان ما كانش اللي يقدر يمسك الشخصيه دي قوي ويعمل عليها كنترول. دي من امتع. بس امتى بتصادف الفنان ده يا استاذ مفيد؟ يعني هقول لك، يمكن صدفه فاتن حمامه مره او مرتين، صدفه سميحه ايوب مره. اصل دي لو مرات ده شيء يبقى مذهل، ده يعني لازم الناس والناس دي لازم تكون كفاءات. يعني انا بقول لازم يكون اصحاب مواهب. يعني قد ايه انا كنت سعيد و يعني مبتهج بافاء وهنان أقول لهم الممثلة اللي عندها كذا واربعين سنة هي قدرت تعمل لكم لوحة فنية من خلال فيلم، والحلوين الأمارات اللي بتلاتين ألف مش قادرين يعملوا ده، ولا الفلوس هتخليهم يعملوا ده مهما كان ومهما أغدق عليهم ومهما عملوا سوء سودة. قلت لهم طب اسألوا الناس، انتوا بتظلموا الناس ليه؟ اسألوا الناس يا عالم، انتوا عايزين قصة حلوة يؤدونها لكم ممثلين متوسطين او ممثلين بيقدروا يوصلوا لكم الكلمه والمضمون بتاع سليم، ولا بنت حلوه وجنبها بنت احلى وحلاوه في حلاوه واي موضوع وخلاص؟ هيقولوا لكم لا، عايزين القصه كويس. انما اخواننا بتوع لبنان مبوظين الدنيا، هم اللي وهم المسيطر، ولا في سوده ولا في ممثل بتسعيره. وايه ابص الاقي محمود المليجي لغايه دلوقتي الشاب اليوم، ليه محمود ما ياخدش 5-6 آلاف جنيه زيه زي البطل؟ لا، ليه محمود مرسي ما ياخدش 8000 جنيه زيه زي البطل؟ الله، لو محمود مرسي ما متفرغ عليه انا على الاقل بخرج بغزة. راجل عامل لي دور فني بغزاني، مش واحد بيقابل واحده ويتخانقوا مع بعض وابوها ياخدش. انا ماله مداه، انا عايز واحد يعمل لي شخصيه تغذيني. فاللي بيغذونا مين؟ استاذ محمود مرسي، محمد توفيق العظيم اللي ما حدش عارف قيمته، والاخ محمود المليجي، وانا بعتبر نفسي معاكم. مش عايز اقول لك بعمل كاركتير مجموعه قليله من الناس. فاحنا ليه ما يدوناش؟ عيب. يعني ليه بيعملوا كده؟ استاذ صلاح منصور، من فضلك عاوز اناقشك في نقطه مهمه. ما دام ذكرت اسماء المليجي ومحمود مرسي، عاوز اناقشك لما شفتك في فيلم الزوجه الثانيه. ايوه. وكان هذا في رأيي من أعظم الأعمال في تاريخ السينما، لا شك في هذا. أي. وكان دورك دور منفر للغاية. أي. أدوار الشر أو أدوار اللا خير. أي. أو الوجه الآخر للطيبة. أي. الأدوار دي حبيبة إلى نفسك لأنها فيها معاناة؟ حبيبة لأنها بتجعلني أدخل معركة فنية مع نفسي. معركة فنية مع نفسي. اسمح لي احيي التعبير ده. يعني انت بتحس باستمرار انك انت في تحدي،
ودايما اقول للناس انا تلميذ في مدرسة التمثيل، لان اللي يقول ان في نهاية وفي قمة ونهاية لممثل اقول له لا انت كذاب ابدا. فانت بتختار الادوار، في واحد بيعمل دور بامتياز. انا ما احبش الادوار اللي تجيلي، بس انا اروح للدور احبه واروح له البسه واعمله. انما واحد يروح جايب دور ولا خد، طب ما بنضطر نقبل حاجات من دي. انما احنا عايزين بقى يفصلوا لنا يعني يشوفونا. والله نعمل، والله احنا لسه غاويين يا استاذ مفيد، وحاسين ان احنا عايزين مخرجين يكتشفونا تاني او يشوفوا فينا ايه. طيب وانت بتقول هذا الكلام يا استاذ صلاح، اسمح لي ان نعيد مع بعض اعاده اكتشافك كفنان. انت دور الشر بالنسبه لك فلسفتك في ايه؟ بتعيشه ازاي؟ بعيشه ككائن له تأثيره الأساسي في مجريات الأمور بتاع الحدوتة اللي نزل عجبه. فإذا تخلخل الشر وأدي مش مظبوط وتخلخل، هتبقى المعاناة الموجودة فلس، وهنحس حتى إن الخير الله ليه يعاني كده، ده الشر اللي قدامه تهازل هزيل وتافه ويقدر يقضى عليه بتاع. انما اذا عمق في دور الشر وادوار الشريره تروح عامله وزن كبير للقصه ومجريات الاحداث، ويبقى في صراع حقيقي بين الخير والخير، يلاقي شيء قدامه لازم يزيعه. يعني ومن هنا جاء التحدي، وايه هنا التحدي اللي بين اللي هو التحدي الابدي بين الخير والشر. فانا لازم اكون ابليس بقى، مش انا ممثل الشر. نعم. طب شوف ابليس ما ادراك ما ابليس. ده ملك. ده قوه رهيبه مش قوه تافهه ابدا. استاذ صلاح، انت حاسس ان الجيل القديم كان جيل معاناه؟ يا ساتر، جيل المعاناه والصدق والخلق والفن الحقيقه عمالقه كلهم. ده انا عايز اقول لك حاجه، يعني هقول لك انا واحد مخاطرم مش قديم، التبدي من اللي بتروح عليه زي ما بتتعوضش. تعوض لي طيب عبد السلام النمروسي؟ مش ممكن. اهو ما هوش أعلم. ما هوش عبقري ولا بتاع، انما النمط الشكل ده الشخصيه دي وطريقه الاداء دي مفيش. هات لي ده. مفيش. مفيش. صحيح صحيح. افتح الاصل. هات لي ده. مفيش حقيقي. مع احترامي الزائد لو يا محمد. نعم. رضا. نعم. لا بعيد عنه خالص. شرفنطح. شرفنطح مفيش. محمد حمد المصري تمام، نموذج غير موجود بالمره. تمام. ده عامل عسكري مره، عسكري من اللي بيمشي في الشوارع بالليل يقول ها في الهرويه من الحال، فمسك العصا بتاعته ورا ظهره وماشي في الشارع رايح جاي. فبص لقى اتنين واقفين تحت فانوس بيتكلموا، فراح عامل ها، هو رفيع قوي تحس ان ها دي الاله دي هتوقعه هو. تمام. لانه مش ملاه. وبعدين قام بيكلمه فعمل ودنه كده، لقى الاثنين بيقول له انت ما تدش. قال له ايه؟ قال له مش كارول لومبارد ماتت ازاي؟ قال له دفعت الطياره. قال له يا حول الله. وراح ماشيين. فوقف في رفنطع كمان مصري يبص كده يمين وشمال وقال الاتي: هي كارول ماتت. قسما بالله يا استاذ مفيد، عند يقول الجمله دي الصاله دي كلها في المسرح تبقى عباره عن رورينج وزئير من التسهيل، لانه تحس ان كارول لومبارد اللي في هوليود حبيبها الوحيد اللي في العالم ده اللي بيقول كارول مات. هات الممثل اللي بينقلك بيعمل لك صور بجمله. استاذ صلاح منصور، يعني تاكيدا لكلامك ده في الصدق والمعاناه، هل تعتقد ان ادوار الشر محتاجه الى نبره في الصوت ولا الملامح؟ اذا حسها وقرا كويس الدور وشاف طريقه التهديد ايه. نعم. فاذا كان راجل بيهدد بالكلمه يهدد بالكلمه بيبقى له سلوك في الاداء معين. اديني نموذج من فضلك. واحده انسانه داخل عليها انسان مثلا فيلن شرير وبيهددها، فبتنفعل وبتعمل ومش عارف ايه، فبيسيبها تتكلم خالص. يقول لها طيب الايام بينا، وابتسامها كده صغيره وبيمشي.
طيب الأيام بيننا، الأيام بيننا خلاص. هي لازم تحسب حساب الأيام دي اللي بينهم بقى هيحصل لها إيه من هذا البني آدم الهادي اللي ما قالش كلمة كلها، قال الجملة دي وبس. في واحد تاني بيهدد بطريقة أجريسيف عدوانية واسمعي ده بيبقى سطحي أكتر. ده سطحي، ده سطحي. في واحد مثلا يوجهها وهي بداخل يعمل الشر، يوجه اللي معاه بنعومة إلى اللي هو عايزه وهو يدعي الإخلاص والبراءة. البراءة ده له نبرة تاني. إذا هي مدارس، مدارس مش كلام، وستايلز في الشر. ما تشوف ريتشارد ويدمر كان الشر بتاعه ده كان يعمل راح ضحكتين كده وقطمهم، علامة على إنه هيطلع خاش اللي قدامه، هيوريه ازاي مجرد بس ان هو بتضحك بالضحكه دي. بتفهمنا يعني كانه هل ده في المسرح بيختلف عن السينما يا استاذ صلاح؟ هل مخاطبه الاله زي مخاطبه الـ الجمهور؟ لا طبعا، لا مخاطبه، احنا قلنا مخاطبه الجمهور ده البلاد اند فليش تو بلاد اند فليش، اللحم والدم ده حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. انت لا. انت بيحصل لك احاسيس اخرى تماما مختلفه. ما فيش كده، انما في السينما لا، في السينما مشهد مشهد، المشهد مشهد والكونتينيوتي الاستمراريه مش موجوده. مش موجوده بالظبط. يعني يمكن التلفزيون اقرب شويه دلوقتي، تمام، بقى اقرب للمسرح. ليه؟ نعمل مشهد من 12 دقيقة. صحيح بالظبط. صراحة انت تعتقد ان كل فنان مجيد، اذا كان الوصف دقيق، قادر على اداء ادوار الشر؟ يعني فاتن حمامة تستطيع ان تؤدي ادوار الشر؟ ليه؟ نعم، بقول هذه ممثلة متكاملة. شكري سرحان. شكري سرحان. وقلت له يا شكري او محمد، لان دايما نقول له محمد هو اسمه الحقيقي، اسمه محمد شكري الحسيني سرحان، فعرضه اسم الدراسه كلها مع بعض. فقلت له محمد انت فيلن من الطراز الاول. تخيل شكري انت بصوته الجراف ده العريض ووشه في رجوله ده وبتاع، ويقول كلمه مليانه ممتاز يبقى. دي لبسه تجديد يا ليه ذكرت الصوت يا استاذ صلاح؟ الصوت لان شكري صوته جاهز، فيه في حته كده. لا عايز اقول هنا الصوت مهم قوي في ادوار الشر، في بيبقى فعلا مهم بالذات في ادوار الشر، لانه ممكن تدي صوت يعني يساعد في انك تكره الشخصيه اللي بتمثل. كمان تنفرني منه. انما لما هتدي صوت حلو هناخده بقى على انه يخرج عن الشرير الى الشر نفسه بقى، يبقى رمز للشر، يبقى النميمه، يبقى الستاره، يبقى الشيطان اللي هو ما تقدرش تمسكه. الخروج من الشرير التقليدي المادي الى شيء تاني، الى الجوهر، الى 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 ان البني ادم اللي قدامك ده مش انسان. وياجو قالها في شكسبير العطيل، قال له I am bleeding sir but I will not die، أنا أدمي ولكنني لن أموت. لأن ياجو اكتشف في عملة عطيل هيعيش في بيوت تانية، يعمل فيها نفس العمل، مش هيموت أبدا، ده رمز للنميمة، والنميمة لا تموت. فدي عايزة بقى الصوت صوت معين، مواصفات معينة، الستان المخمل الستان. هل الوجه المنمنم الوسيم قادر على أداء أدوار الشر؟ يبقى أقرب لتوصيلها لو عنده الحرف، لو عنده حرفية الأداء المظبوط. محمود ياسين يملك هذا؟ يبقى كويس جدا. محمود مرسي. محمود مرسي أيضا. كويس جدا. أستاذ صلاح منصور، يعني أنا مش عارف، عايز أقول لك إنه لما بشوفك بتمثل شخصية شرير على الشاشة بتنفرني من الشخصية اللي أنت بتعيشها، وبحس بكراهية عميقة لهذه الشخصية، وبالتالي بحس انك فنان معاني وصادق وعظيم. تسمح تقول لي في بدء هذا الحوار كيف تعيش هذه الشخصية الكريهة وانت من الداخل؟ هل تتعاطف معها؟ هل تشفق عليها؟ ولا انت ايضا نافر منها وبتعكس لي هذا النفور؟ الحقيقة يا استاذ مفيد، انت اثرت موضوع لطيف جدا،
وعزيز علي يعني حقيقة. أنا بعتبر كل دور سواء على المسرح أو في السينما أو في الإذاعة كائن حي مستنطق من الورق ويخلق من خلال تجسيد الشخصية دي من قراءة والفة وثم رسم صورة لأبعاد وسلوك الشخصية دي. وقطعا أي دور صلاح منصور حينبني له ويلاقي فيه أبعاد 100% مخالفة لشخصيته هو كصلاح منصور، يبقى إذن إحنا قدام حاجتين، يا يبقى صلاح منصور باين من خلال الشخصية الممثلة، وده بعتبره شروع في القتل. شروع في قتل، في قتل إن صلاح منصور الآدمي يريد أن أو يشرع في قتل البني آدم الجديد الذي يجب أن يظهر جديدا خلقا آخر بسلوكه وبأخلاقه. إنما إذا استطاع صلاح منصور، وده اللي بحاوله، مش عارف إذا كنت نجحت ولا لا، إن كل ما يتعلق بسلوك صلاح منصور يذهب بعيدا وينسلق عن صلاح منصور ويدخل سلوك الشخصية الأخرى المجسدة بكامل أبعادها وبكل دقائقها، بس يفضل مخ صلاح منصور صاحي عشان يعمل كنترول على هذا الوحش الجديد أو هذا المخلوق البني آدم الجديد اللي دخل جوه جسمي وجوه روحي وجوه مخي. فيها معاناة لا شك زي ما سيادتك بتقول، وبعدين من اللذة انك تدي دقائق. انا ساعات بسميها المذهب الحقيقي، في ناس يقولك الطبيعي، لا انا بقول الحقيقي الا اكتر من الطبيعي. من الطبيعة انك انت تقعد مع والدك مؤدب، انما في الحقيقة ساعات ابن يقعد مع ابوه ويلعب في صوابعه. احنا ما نطلعش ده في النماذج، نقول عيب عشان ده، لا انا بقى اطلعه، لان الناس لا تتصور يا استاذ مفيد قد ايه بيكونوا سعداء لما بقوا هذه التفاصيل الحقيقيه في الشخصيات دي. بدليل انا عملت شخصيه، انا لما شفتها في السينما الحقيقه كنت نفر، يعني قلت يا باي ازاي انا عملت ده، كنت اتكرر الشخصيه، لازم تتكرر، العب في صوابعي واشم صوابعي بعد ما العب. اسمه كان شخصية زوج في بنت اسمها مرمى، حكاية بنت اسمها مرمى، الإمام أحمد في ثورة اليمن كان فيه حاجات برضو شاذة وغريبة جدا، إن ما كنتش أنا أطلعها بحس إن أنا قتلت هذا المخلوق وما قدرتش أطلعه للحياة من خلال الكلام. استاذ صلاح منصور، حضرتك كان حكيت لي معلومه غريبه قوي، بتقول ان الكاتب الفنان الكبير عبد الرحمن الشرقاوي كان عاشق صبابه للتمثيل. منذ تلامذة. ايوه، ايه الحقيقه دي؟ كان في الخدويه هو رئيس فرقه التمثيل، كان عبد الرحمن الشرقاوي، ومثل دور عبد الرحمن الناصر بتاعه الاستاذ عباس علام، وشفناه كلنا من احنا في سنه تانية ثانوي، هو كان في البكالوريا، ربنا يديله الصحة والعافية، وكان عظيم الأداء. ذوقك اتغير يا أستاذ صلاح على مر الأيام؟ يعني ذوقك اتغير على مر الأيام، مثلا يعني اسمح لي مثلا أتوقف عند ذوقك. ذوقك الفني في الاستماع للغناء، طول عمرك عاشق لأصوات مين؟ والله يعني ما تزعلش مني، اتفضل. اتنين، نعم، وبقوا ثلاثة، محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وديع. صلاتي بوديع تبدا من سنه 45، كانت مدام بهيجه هاني حافظ او السيده بهيجه حافظ الممثله بتعمل عندها في شقتها حاجه اسمها سواري دانسانت، سهره راقصه في شقتها، وتجيب بعض اخواننا المطربين والمطربات المصريات ويجوا الصالون بتاعها يغنوا، فمن باب الشهره تشيرهم يعني. ابو العيون السودي اول ما اتقالت سمعتها بهيجه هاني، محمد عبد الطيب، الأخ محمد سلمان كان هنا بيعمل أفلام وسمعته من خلال وديع الصافي. أياميها كان رفيع زي الفتلة وقاعد، إنه هو شيك ونظيف وكل حاجة، إنما فقير جدا، فكان يقعد في على البحر أنا وهو نحلم
ازاي هو يبقى مطرب عظيم وانا ابقى ممثل كويس، ويقول لي ويقعد يقلد لي عبواب، كان عاشق لعبواب. وبعد قلت له طب ما تيجي تحضر عند ست بهيجه، حضر عند ست بهيجه. فجت عمل فيلم اسمه زهرة، واحد جايباه خليته غنى في الفيلم، وعمل واحد بقال لبناني يغني لها وهي ماشيه في السوق. ادي اول اعمال، اول اعمال وخد عندها على ما اتذكر 2 جنيه عن ست بهيجة حافظ. دينار و2 جنيه يوميا. وخرج سعيد، وفجأة سنة 47 انقطع عننا فجأة، وسألنا فين وديع؟ قالوا راح بيروت. وبعد 20 أو 18 سنة، سنة 60 57، قالوا والله ده في مطرب طلع في لبناني وديع صافي بيغني جبلي وصوت عرب. استمعت إليه في صوانة، وبعدين عم يجي ابو لبن وطلت شبكه العدل. نعم. قلت له ابو لبن ما تروح هناك سلموني عليه وقولوا له صلاح متتبع نجاحك وفاكر لو كنت بتحلمه. فبعتوا لي قالوا فعلا وبسلم عليه، بقول لك يا ريت تيجي بيروت. جم فرقه الانوار هنا انا عبد اتذكر من حوالي 12 سنه، فمسكته بقى هو شافني وانا شفنا بعض، قعدنا نبص بعد ساعه استخن هو ما شاء الله وانا برضه زي بينه بعد ما كنا كده احنا اتنين. وطبعا ما احكيلكش ايه، يقعد الراجل ده عنده قدره غريبه يا استاذ مفيد، كان معدته دي ليها موتور وحنجرته موتور. الله، يعني يقعد ياكل وياكل البسبوسه وقبليها ياكل المنسف الخروف مع رز، وبعد 5 دقايق يغسل ايده ويروح قاعد ويروح مغني. ما لهوش علاقه، ينطلق ويقول يقول بعظمه. عبد الوهاب وام كلثوم دول الاثنين اللي الحقيقه عيشوا الطرب كما يعني كما يجب ان يكون لغايه سنه عبد الوهاب، لغايه سنه اقدر اقول لك لغايه سنه 55 سنه. انا هتوقف قبل ما تخش على عبد الوهاب واعرف، يعني انت دلوقتي حكيت لي قصه وديع الصافي فشعرت ان قيمه الصداقه عندك من القيم الهامه في حياتك. مفيش كلام، من فضلك توقف عند هذه القيمة. أنت إلى أي مدى الصداقة بالنسبة لك شيء عظيم؟ أنا في ناحية الصداقة دي يا أستاذ مفيد بحس إن أنا أسير لها أو عبد لها. يعني إذا ما صدقت الأستاذ مفيد وأكلت عنده عيش وملح وأكل عندي وقلبي خلاص اتفتح له، يعني عشان ينقفل تاني بيبقى صعب، إلا إذا بدر منه شيء يعني يكون جسيم جدا. هل في حياة صلاح منصور أخطاء؟ ما في شك. من فضلك قول لي خطأ فن. إن أنا قبلت كام عمل ما كانش صح أقبله. الاعتراف. نعم. قول لي خطأ مادي. علاقتك بالمال إيه يا أستاذ صلاح؟ مبذر وسفيه جدا. اعتراف. وما زلت؟ الحمد لله ربنا ألهمني الصواب منذ 4 سنوات فقط. عظيم. وابتديت أقول لك إن أنا ماشي في الطريق الصح، والناس اللي كانوا غضبانين مني مش غضبانين. هل أنت إنسان فعال يا أستاذ صلاح؟ أيوة فعال. هل بتستطيع أنك تلجم هذا الانفعال؟ ساعات بعد فوات الأوان، وساعات ممكن في بدء قبل ما تورط ممكن. فصراحة انت تزوجت مرة واحدة؟ مرتين. مرة وانا سني 25 سنة. مرة وانا سني 36 سنة. طب المرة الأولى هل فشل الزواج؟ واحنا بنتكلم عن خطأك أو صوابك؟ فشل مني أنا. منك أنت؟ خطأ مني أي. أنت إنسان يا أستاذ صلاح بتعترف بأخطائك ببساطة كده؟ أنا بعترف ما لقيش فيه عيب. بتحس ان ده بيديك نوع من الراحة؟ بيديني ريليف. نعم، بيريح نوع من الراحة. عظيم. طيب اسمعني نتكلم عن عبد الوهاب. يا سلام. وأم كلثوم. يا سلام. أنا بعتبر عبد الوهاب زي زعيم الأدب العربي دكتور طه حسين، المطرب الذي استطاع أن يزاوج الموسيقى الشرقية والعربية ويجوزها للموسيقى الأفريقية. معنى جميل جدا. يجوزهم لبعض. وده اللي عمله طه حسين. نعم. في الادب. ده بالنسبه لعبد الوهاب. نعم. عظيم. وبقول لحضرتك لا يستطع اي مكابر ولا اي بني ادم انه يقول انه يقدر
او في حد منذ تاريخ طرب ما طلع غنى اللي غنى؟ يا ويت الله، انا هقول لك على عظمه هذا الرجل وعبقريته، واللي بقول لك اللي قاله ده من 42 سنه. لا يا ربي، طب انا هقول لسعادتك. نعم. من 44 سنه محمد عبد الوهاب، لانه كان سنه 33. عبد الوهاب من 44 سنه، وانا اعتقد كان سنه يميها يمكن ما فيش 25، ما فيش بتاع 25 26 سنه يعني، يبتدي جواب وينتهي القرار. بعكس معطرف عليه في الغناء انه يبتدي بالدوكا المطرب الاول ويفضل يحمى ويسخن ورعالي. ايه استاذ صلاح، انت بتحب الغناء؟ افكرك ايه الغنوة دي؟ اتفضل. اهون عليك تزيد ناري. تمام تمام، تخيل تدي تعملها. شوف الذوق مولود معاه من امتى، والموهبة والصوت المطواع اللي بيشكله زي ما هو عايز. زي ما بيخش بلبل، انا اعرف انها نغمة رصد. بيخش في بلبل كأنه بقاله 20 سنة بيغني رصد. جاهز. سخن. ومتغنية على طول. صعب الا على ابواب. فيش مطرب جه زيه يعني. بحب سيد درويش بموت فيه. انما ابدا. استاذ صلاح منصور، وانت رجل فنان صادق بتمثل الشر باجلى معانيه، انت عاطفي؟ انا طفل ساعات. يا يعني سلام. يعني انا ملاحظ عليك انك عاشق للغناء، عاشق للمرح. يعني في حياتك الخاصه في البيت انت مرح؟ ده انا في البيت يعني ما كنتش اهزر مع ابني، بعتبره اخويا طبعا، نهزر مع بعض ويعمل لي حاجه ازعل منه فعلا واجري منه واجري وراه، فمراتي تبقى قالت له يعني عيب يا راجل، انت عيب، انت راجل شايب زي بتاع. اقول لها سيبيني انا بعمل ده وانا سعيد وابني مبسوط، ابني ضايق منك او شكلك. وساعات اعمل معاها كده برضه، اعكسها وتجري ورايا بس انا اجري منها زي العيال. نعم. بحس ان انا بعمل ده ببساطه مش بافتعال والله يا استاذ. صلاح منصور بيواجه الشر ازاي؟ الشر الذي ينبعث من الناس بصراحه. اذا لقيت الشر ده تعداني انا للاخرين بحاربه. نعم. اذا كان لي انا بس دونكير ما بسالش عنه. هل انت شخصيه متسامحه يا استاذ صلاح؟ اعتقد لحد ما يا استاذ. هل تعلمت السماح مؤخرا ولا طول حياتك؟ والله مش عارف، انا لقيت يعني يمكن التربيه الدينيه اللي انا اتربيت فيها يمكن كلها اساس. ايه التربيه الدينيه اللي كانت ايه يا استاذ صلاح؟ ان جدي كان مفتي، و جدودي فلاحين قاعدين على الفطره، وطول اجازتي اللي هي الاربع اشهر في الفلاحين عندنا، فيمكن ده الدك هذا التسامح. نعم. اخلاق القريه اللي بيقول عليها السيد الرئيس. نعم. واعتقد كلنا برضه يعني. نعم. فينا نفس ال استاذ صلاح منصور، هل انت بتشعر انك اعطيت كل ما عندك للفن؟ ابدا. بقول لحضرتك يا استاذ مفيد، بتمنى ان حد يكتشفني ويشوف فيا ايه تاني غير اللي شافوه، يمكن اعمل حاجه جديده. والله بقولها لبعض اخواني المخرجين اللي هم يمكن كانوا تلامذتي. زي مين؟ محمد فاضل مثلا. نعم. ده انا بعتبره من الاولاد المخرجين الاذكياء الفنانين اللي بيعملوا اعمال ناضجه ولها قيمتها الفنيه. اقول له محمد، اقول له انا هجيبك في دور هتعمل حلقتين بس، اقول له انا سعيد، لان لازم الدور ده فيه شيء جديد. وابص فعلا الاقي شخصيه عميقه وغامقه ومليانه سلوك متناقض يثير يا اما الاضحاك والسخريه والستاير، يا اما سلوك متناقض يثير الاشمئزاز والغضب والكراهيه. فبلاقي فعلا معمق لي شخصيه قوي بتاعت حلقتين، انما ترويش بقبلها. نعم. بس انت الادوار القصيره كمان اقبل برضه معاك كده. اسمع يا ابني، انا بدات من الصفر،
لا كان ابويا غني ولا كان عنده عطيان، وده اللي خلاني انفع. طب ما انا مستعد يا بابا ابدا عندك من الصفر. طيب ما دام هتبدا من الصفر تبدا عندي عند غيري واحد. يا بابا بقى يبقى والدي موجود وعنده كل المنشآت دي واروح اشتغل عند غريب او اشتغل بعيد عنه؟ ليه لا؟ ايوه بابا، بس لو انا كنت محتاج لك فحضرتك برضو محتاج لي. ياه ده انت داخل شديد قوي. ربنا يا اخويا ما يحوجنيش ليك. ما هو لو كنت مؤدب ومهذب من الاول كنت لقيت اللي يقف جنبي. مش عاوز حد يقف جنبي. شفت ازاي؟ وبناقص الشغل عند بابا. طب اخرس يا عجيب التربية، اخرس. هخرس وبلاش يا بابا اجي لحضرتك تاني. وانت يا مدام كوثر هنيالك اشبعي. اتشعب انت بره، انت بره يا ولد، مش عايز اسموتش كده بره. تعالى يا شميس تعالى تعالى، ما تنرفزش نفسك. ما تزعليش يا كاوس. انا مش زعلانه ولا حاجه، انا كنت اتمنى انه يبقى مؤدب، ما كانش هيبقى في اي مانع انه يشتغل معانا وهنبقى كلنا مع بعض. انما الحقيقه انا ما اضمنوش ابدا الواد ده. خلاص خلاص ما لناش دعوه بيه خالص. الله، مالك يا حبيبتي ماسكه راسك ليه؟ ابدا تعبانه شويه يا شميس. لا سلامتك الف سلامه، هروح اجيب لا 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 تعال. على ايه؟ هاخد اسبرين وهخف على طول ان شاء الله. انا ان شاء الله انا اروح. انت في رايك اكتر افه تصيب الفنان ايه؟ وقال الله شر الغرور. يا ساتر يا رب. الغرور بين فينه؟ بينقفل الفنان، بينقفل الغر معناه كامل ومضج فقفل. طب انت يعني بتحس ان الحياه ايه اجمل ما فيها في نظرك؟ هي حاجه يعني بارجو انها تتوفر لكل انسان انا بحبه. اهم حاجه في الحياه استاذ مفيد ان ضميرك يبقى مرتاح. الضمير المستريح. دي اهم قضية. جربها يا استاذ مفيد هتلاقيك معناها انك مفيش شيء ابدا هيضايق. حتى سخطي وشتمت الناس مش هيضايق. مدح الناس مش هينفخك. كل اللي بتعمله انك انت خدت على نفسك عهد ان ضميرك يرتاح. خلاص. وفلسفت الدنيا بكده، انا بحب الناس تحاول تعمل دي وتجربها. هتعيش كويسه وهتنتج. وهتنتج. وهنعمل اشياء تريح ربنا، يبقى دايما مرتاحين البال والضمير، ده اهم شيء. يعني هتقول لي فلوس حاول تلاقي يا استاذ. انا شفت ناس وانت عارف انور وجد الله يرحمه. كان بياكل مع عمه، عند عم عثمان اللي احنا بناكل عنده، بناكل 3 ساغ غدوه زي 200 جنيه دلوقتي. ليه؟ بقيش سافلو زيت بطين باربعة مليون، رغيفين باربعة مليون، بس سعادتك نعم. يعني 8 مليون وانت 18، شوية سلطة بنص فرنك قد كده والشاي بتعريف، بس سعادتك نعم. وتعريف بقشيش ادي 3 ساعات بثلاثة ساعة. فقعد ياخد ده يقول يا رب يا رب سرطان ومليون جنيه، بس والله بيقولها كده. وشاء السميع العليم انه صاب في الكلى احدى كليتين، ويبقى مش قادر ياكل، مش فوله، مش ياكل لقمه عيش، مش قادر ياكلها. بيعملوا له الرز بالميه، ميه سخنه، ويا دوبك ياكل كده. وقت ما سافر الله يرحمه يعمل عملية كلى ونجح ومتعت سير البنك. الفنان اللي الله يرحمه اللي اتخطب برضه عبد الحليم حق، يعني عنده 2 مليون جنيه. طب هو كان يتمنى انه دول يروحوا ويبقى بصحته ولا لا؟ بالقطع مش كده؟ تمام. احنا كلنا بنتمنى ان راحة البال والضمير والصحة، لان الصحة تجيب فلوس يا استاذ مكرم. تمام. عمر ابدا الفلوس ما تجيب صحه ابدا، انما الصحه هي اللي تجيب فلوس. الفلوس تهيئ لك دكاتره مستشفى، انما ما تدخلكش اكسير الصحه ابدا. وانخطف امس الفنان صلاح منصور. صلاح
صلاح منصور الفنان والمشوار. أجرى الحوار مفيد فوزي.